الوالد ابونا. كل عام وانتم بخير. بخير. شكرا. انا سعيد بالهائلة. الله يخليك. يطول عمرك. يعني بداياتك في الزرقاء في الكنيسة. صحيح. وبتحوم وبتطوف تتجول وناجح. الرب نحن نركز الآن في هذا الجيل عندما نتحدث عن الموسيقى في الكنيسة. نحن نتحدث عن فرح. الآن أبونا يعني أستاذ طعمة، نحن نرى الكثير من المحاولات. في ناس بيحاولوا بيحكوا بيرنموا، ولكن بأذنك الموسيقية وأنت المحترف قائد أوركسترا وسجلتم إنجازات موسيقية نحن نفخر بها وبك، لأنك أنت مهندس هذا وصاحب هذه المبادرة. السؤال، شو الفرق بين الأداء الطربي والأداء الترنيم؟ لأنه في حتى بعض الكهنة برتلوا، بتسمعهم عم برتلوا، صوتهم جميل ولكن ما فيها روح الترتيل، فيها روح الطربي. في فرق من هون. إذا عم تسأل عن نحكي أكثر على الطقس البيزنطي فرضا ولا نعم. بشكل عام يعني حتى أنا لا أستطيع. أنا لأني بيزنطي بعرف أكيد وأنا كمان، ولكن حتى أنا أحكي الأماني ما برتل البيزنطي كما هو، حتى أنا بحكيها بصراحة. وحكيك صحيح يعني جزء معظم الآباء أو المرتلين وأصواتهم جميلة جدا جدا، بس قلة من يرتل الطريقة البيزنطية الحقيقية. أنا بقول السبب أنه يعني تنشئتنا البيزنطية ما كانت يعني كافية على الأصول. بالضبط بالضبط. وعندك كمان المجتمع له دور، يعني أنت صوتك حلو بتصير تفكر أنا لازم أعرب هنا، أزيد الطبقة هون، خات أعليها هون، بتصير تنسى أنك عم بتصلي. أحكيها بصراحة يعني. نعم. وبتروح على الاستعراض. شكرا. بتروح على الاستعراض. يعني أنا من حقي كمؤمن أكون في الكنيسة أن أسمع المرتل بغض النظر إيش خلفيته، أن يكون هذا المرتل المرنم مسبحا لله ويقدم هذه الموهبة التي أعطيت بهذه الحنجرة وزن، أن يعطيها الوزن حتى تحمل الصلاة. أنت وسط هذا الجو في تحدي أمامكم. صحيح صحيح. شو كيف ترون مثل هذه الظاهرة، كيف ممكن نقومها؟ يعني أنت عم تحكي لي عن مسيرة كنت حريص جدا أن تنتقل من السماعي إلى العلمي. صحيح. بطريقة علمية، وهذا الإنجاز يشهد لهذا النجاح الباهر. صحيح. كيف يمكن أن ننتقل يعني إلى احتراف المرتل بالدرجة التي تجعله يرتل روحيا، يرتل للصلاة؟ هلأ أول شيء هي البيئة. البيئة من نبلش من هنا. يعني مش البيئة، مش فقط البيت، البيئة هي نفسها الكنيسة اللي بتستقطب هالشباب أو الأطفال. نعم. وتعلمهم على الموسيقى. يعني أنا بقول أنا تعلمت موسيقى على كبر، تخيل أنا لو تعلمتها كمان على صغر. فإذا أنت أخذت شباب صبايا صغار بلشت تعليمهم على البصلتي كفرضاً نحكي على بيزنطي أو النوت الغربية زي ما نحكي على الكنيسة فرضاً تستخدم الموسيقى الغربية، أنت بتنجز. فإذا بتسقط أنت هذا الحكي مثلاً مقارنة مع بلاد أخرى، يعني نحكي بلاد الغربية بشكل خاص مثلاً، تشعر يعني إحنا عفواً هنا بندور على العازف دوارة بالعربي بالعامية، في عندنا نقص بالعازفين، في عندي عازفين مش موجودين بالأردن، بعض الآلات شفناها واحد تخيل. نعم نعم للأسف. فبالتالي بينما في بلاد تانية يعني أنت بتمشي عفوا بالشارع بتلاقي العازفين يمين وشمال عم بيعزفوا، طلعت وشفت. فإذا النقطة الأولى هي البيئة. إذا أنا بلشت أحتوي هالشباب وأعلمهم على الأصول، أنت تأكد أنك رح تأخذ جيل أعلى. Thank you.
Thank you.